أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، في 17 ديسمبر عام 1903 الأخوان رايت تمكنا من تصميم أول طائرة. هذه المعلومة طبعا معروفة، لكن المعلومة اللي مو كثير ناس تعرفها مشاهدينا أن الأخوان رايت أصلا كانا يعملان في صناعة الدراجات. مشاهدينا، أيضا التصميم ممكن المصمم إذا كان مبدع فعلا محترف أو عنده القدرة والخيال الواسع أنه ينتقل من تصميم شيء إلى شيء آخر. ضيفنا اليوم ما شاء الله مشاهدينا هو موهبة شابة، يصمم طائرات، يصمم مدن بنظرة الآي إيجل أو نظرة الصقر، يصمم أيضا ماشين جانز أو أسلحة، تصاميم مختلفة. خلنا نتعرف مشاهدين عليه أكثر. ضيفنا هو علي دبور. مساء الخير يا علي. مساء النور. أهلا فيك في سيدتي، وما شاء الله مصمم محترف، أو خلنا نسميه هاوي يعني بطريق للاحتراف، وتصمم أكثر من شيء. لكن كيف كانت بدايتك مع التصميم؟ كانت بدايتي في التصميم أول شيء كانت في المباني في الروضة تقريبا. كنت أسوي مباني ثنائية الأبعاد في الروضة ما شاء الله، وارسم الناس اللي جوا والاشياء والغرف وكذا. بعدين صرت ارسم مباني ثلاثيه الابعاد، وكنت ارسم كمان سيارات، الا بعدين تطورت وصرت ارسم طيارات وكذا. وبعدين صرت اسوي الطيارات نفسها. اول طياره لي كانت قبل سنتين اتوقع او ثلاثه، كانت طياره من الحرب العالميه الاولى، لقيتها في متحف صقر الجزيره. وأول ما شفتها أنا قلت لازم أسوي طيارة زي كذا، ورحت رجعت البيت وقعدت أصممها أشوف صور لها، وبعدين بنيتها. تقريبا كم خذت معك وقت أول طيارة؟ تقريبا أسبوع. تقريبا أسبوع. طيب أنت معك من التصاميم بتاعت التصاميم المدن، تورينا بعض هاي التصاميم؟ أوكي، عندي هذا التصميم من أتوقع 2007. خلنا بس للكاميرا. زي ما انت شايفه التصميم من الايجل فيجن او الايجل اي 3 دي كله. وبعدين عندي هذه الرسمه الثانيه، هذه اتوقع سويتها قبلها. تقريبا كم متى كانت هذه الرسمه؟ اي سنه هذه؟ 2008 مكتوب 2008 تحت. إيه. انت يعني هي مجمعه اكثر من لوحه. ايوه، لكن واضح الموضوع الجلوبلايزيشن عندك. هنا في عندنا سيدني، ايوه، وكمان هنا برج ايفل، صح، وكمان في الفيصليه كمان موجوده. أيوة. المملكه. اخذت كل معالم العالم. واول شيء بديته في هذه الورقه، بعدين هذه، بعدين هذول اللي تحت. زي ما انت شايف انه شايف الورقه كيف مصفره، هذه بيضه لسه جديده. بتكمل عليها ان شاء الله. أيوة. كملت عليها. ايوه. Yeah. وبعدين عندي الرسمة هذه الثانية، هذه أجدد منها. إيش خطر في بالك ترسم مدن؟ كيف جت الفكرة براسك يعني أنك ترسم مدن أو تصمم؟ وريني هذا التصميم، هذا أقدم أو هذه أجدد؟ هذه أجدد، يا أوسع. أيوه. أوضح ومرتب أكثر. في شوارع والسيارات والناس كلهم هنا. والبيوت فيها ترتيب أكثر. هذه تذكرني بتصميم الرياض على شكل مربعات سكويرز، صح؟ أيوه، كلها زي كذا. ويعني زي الديستريكس هنا شايفه. هنا مثل محلات، وهنا بيوت. هنا مستشفيات وزي كذا. من فكره عالميه الى ممكن نسميها مدينه صغيره او حي سكني. ايوه. وبعدين هذه اصلا مجموع من رسمات، كنت مخطط اني اسويها رسمه واحده كامله. بس طلع انه المنظور كان مختلف، بعض المباني تكون مايله كذا وفي رسمه ثانيه تكون مايله زي كذا، فما قدرت اسويها رسمه واحده كامله، بس هذا اللي خططت عليه. بعدين هذه سويتها بعدها. كنت بسويها على شكل زي مدينة نيويورك. في هذا اللي هو الامباير ستيت بيلدينج. انا لما ابدا في الرسمة لازم دائما ارسم الشوارع اول، تحدد الشوارع. ايوه، بعدين ارسم حولها المباني. عشان ما اقدر، عشان ما يعني اقعد امسح فيها وتصير يبان شو اسمه هذا علامات. انتوا في احد في العائلة عندكم مهندس؟ ايوه، الوالد. علشان كذا هو عاده اولاد المهندسين فكره تقريبا تكون وراثه. طب خلنا، ما شاء الله شفنا طبعا المجسمات او عفوا الرسومات المدن، خلنا نتعرف شوي على رسومات الطائرات. هذه الطياره جاهزه؟ أيوة. هذه لسه في طور التصميم، تحت البناء. طيب خلنا نشوف هذه لانها فيها تفاصيل كثير. هذه الطياره ايش نوعها الاول؟ هذه طياره بحريه. يعني انه هي يحطوها في السفن اللي تحمل الطيارات. ومن السفن تقلع منها وترجع فيها زي الطيارات البحريه اللي تشوفيها في الطيارات الامريكيه. اللي في هذا الزمن كانوا يستخدموها الى الان.
وانا قررت اني اخلي الجناح شفاف واغطيه بالبلاستيك. نرفعها بس بالطول اذا سمحت، تبان اكثر من يبان الجناح يعني. اي تمام. يا وخليت الجناح كله خشب. وحتى هذا الجزء خشب، بس قررت اني اغطيه بالكرتون عشان يدعمه، وكمان اقدر الف الاجنحه عشان هي هذه الطياره كذا كانت، عشان لما يحطوه في السفن يرفعوا هذه عشان يوفروا مساحه. صحيح. وكمان الطياره لما اسويها لازم اسوي التفاصيل اللي جوا، اشيل الشبابيك زي كذا. خلنا شوي الكاميرا اكثر. يعني حتى تفاصيل الأجهزة التحكم اللي داخل الكراسي، في ماشين جان ورا، كله موجود بالتفاصيل بالحذافير. طب انت كيف وصلت لهذه التفاصيل؟ كيف عرفت هذه التفاصيل؟ يعني تدرس الديزاين قبل ما تسوي؟ ايوه، ادرس شكل الطياره، اشوف صور لها، اشوف يعني مثلا الاشياء اللي مميزه فيها، زي هذه مثلا، هذا الشيء ما تلاقيه في كل الطيارات الا الطيارات البحريه. واهتم باللون اللي يلونوا فيها الطيارات اللي زي كذا اللي في الحرب العالميه الثانيه، لازم يكون لها لون محدد، زي الطيارات الامريكيه يكون لها لون ازرق فاتح، والطيارات اليابانيه يكون يا اخضر غامق او ابيض وزي كذا. طب خلينا نتعرف على هذه الطياره، هذه قلت من الحرب العالميه الثانيه كلهم هذولا. هذه سويتها قبلها وهذه خلصتها. الحين اللي حلو في الطياره هذه انه عندها هذه الاير بريكس، هذه يستخدموها عشان تبطئ الطيارة لما تهبط على السفينة نفسها. زي كذا يكون تنفتح زي كذا، وبعدين لما تنزل يكون عندها زي الهوك هذا، هذا اللي يمسك بالحبل اللي موجود على السفينة. وكمان هذه يستخدموها عادي في الطيران، مو لازم انهم يرفعوها. وبس هذه كذا كانت. وبعدين لما ابني الطيارة لازم ابنيها من جزء معين، لازم ابني من قدام، بعدين ابني الجزء الوسط، الجزء او الوسط جسم الطائره، وبعدين الخلفي، بعدين ابني الجناح. وبعدين انا بنيت من الطيارات اللي في الحرب العالميه الاولى اول، لانه اشكالها اكثر بساطه وسهل انك تتعلمي كيف. طب ليه انت يعني واضح انك بديت من البدايه، ليه اخذت مثلا الطائرات في هذه المرحله، ما اخذت طائرات حديثه؟ تتعمد انك تدرس الطائرات من البدايه كيف كانت وكيف في البداية صارت؟ في البداية ما كانت زي كذا، في البداية بس أنا شفت الطيارة هذه نفسها وكنت أبغى أسويها. بعدين اكتشفت إنه الطيارات الحديثة اللي الموجودة الآن شكلها معقد مرة، هذاك الوقت ما قدرت أسويها بالسكيلز اللي كانت معي هذاك الوقت، إلا بديت أسوي طيارات تدريجيا من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية، وإن شاء الله في المستقبل أسوي طيارات حديثة. طب وان شاء الله طالما ما شاء الله عندك هذه الموهبه، يعني بعض الاشخاص عندهم هوايه تصميم الطائرات او جمع الطائرات، وانت تخيل نفسك في المستقبل علي؟ ان شاء الله اكون مهندس معماري او مهندس طيران. ما حددت الى الان؟ ايوه ما حددت. طب ومثلا بعيدا عن التخصص الدراسي، ممكن مثلا يكون عندك متحف خاص مثلا للطيارات او معرض خاص فيك، تفكر بهالشيء؟ ايوه. انه ابني اكبر عدد ممكن من الطيارات، ويصير احطها زي شوروم صغير كذا، احطها يعني تحت القزاز وزي كانه يعني ارت جاليري. ارت جاليري، ان شاء الله نيجي نزورك ونصور الارت جاليري الخاص فيك. علي دبور شكرا، وما شاء الله مشاهدينا يعني تبارك الرحمن، علي 17 سنه والى الان مثل ما ذكرنا يصمم طائرات، يصمم مدن، يصمم ماشين جانز، فان شاء الله في المستقبل هذا يكون كله طبعا على الارض الواقع. علي دبور شكرا على حضورك في سيدتي. ان شاء الله. ومشاهدينا طبعا مستمرين في فقراتنا، دائما ذكر مشاهدينا اي شخص او انسان موهوب عنده طبعا اي شيء يحب يعرضه، اكيد سيدتي هي المكان المناسب. وطبعا مشاهدينا مستمرين في فقراتنا المتنوعه، لكن بعد الفاصل. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. You're not welcome anymore.
في سيدتي بعد الفاصل. سياحة جدة تدرب 80 سائق أجرة على مهارة التعامل مع السياح.